بسم الله، أهلا بكم يا شباب. دلوقتي هنبدأ نشوف إزاي هنبدأ نسجل في معرض سولار شو. هنكتب سولار شو، هيظهر المعرض. تمام، أهو ذا سولار شو كي اس اي، يبقى المعرض بتاعنا ذا سولار شو كي اس اي. تمام، المفروض ريجستر فور فري، ان انا ابدا اسجل. تمام، فري فيزيتور باس، فري بوك ماي باس، هيدخلني على الموقع ذا سولار شو. تمام، يور ديتيلز، احط الايميل بتاعي وفيرست نيم اشرف، ميب مانجر، رياض مثلا، سيلكت كونتري. تمام، اقعد كده اضغط على حرف الاس، اجيب السعودية، ممكن مثلا 21417، ده بوستال كود، رقم التليفون. انا هبدأ احط هنا طبعا السعودية 0580 36985. Are you planning to travel to the event؟ هل انت هتروح للايفنت ايه، باي كار، تمام، ولا ووك ماشي، ولا ترين، ولا مش عارف ايه، اختار اي حاجة. هروح بعربية كهرباء ان شاء الله. I work for consultant، تمام، implementation partner او support service. انا consultant، لو انت طبعا contractor او distributor او energy technology provider وهكذا. consultant، we provide these energy product and services، احنا بنعرض ال clean energy، هو عنده clean energy، الطاقات النظيفة، الكومبوننتس والاكيوبمنت، الديفايسز، تمام، الديستريبيوتور والريسيلز، الانرجي ستورج، ودي مهمه جدا طبعا. بعد كده شركات الاي بي سيز والديفلوبرز والانجينيرنج سيرفيسز، الاي في تشارجنج وانفراستراكشر، في جزء خاص بالاي في تشارجنج والانفراستراكشر، الفاينانس كونسلتنج والليجل والريسك، انستولرز والماونتنج والتراكنج والراكنج اوف جريد، تمام، اوبريشن ومينتنس، بي في بالانس اوف سيستم، بي في مانيفاكتشرر اند كومبوننتس، ترانسميشن اند ديستريبيوشن و اذرز. اف يو كومباني ستارت اب بري سيريس افاندنج انكوربريتد ان لاست 2 ييرز، يس او نو. طبعا بيقول لك لو انت شركتك ستارت اب، I'd like to receive more details on exhibiting at the event و speaking at the event، لو انت عايز تتحدث و sponsor. هسيب طبعا الكلام ده. My role in purchasing decisions is I am the decision maker، ولا I influence purchase، ولا I am a user، I have no responsibility، I am the decision maker. The number of employees at your organization، عدد الأشخاص اللي في الشركة بتاعتك مثلا، الرقم ده، وأعلم هنا على أساس إن أنا موافق على الشروط والأحكام. Confirm booking now، أكد عملية الحجز دلوقتي. تمام، هنا بيقول لي لا، لسه في حاجات تانية. التايتل بتاعك طبعا كان في الأول لازم نكتب دكتور، اوكي، لاست نيم، انا كتبت هنا اشرف، لاست نيم اشرف رمضان، الكومباني ام سي كونسلتيشن، الادرس رياض مثلا،
سيتي رياض. هنا الستيت، انا موجود في الرياض. اديله كونفيرم بوكينج ناو. اوكي، لسه في حاجات ناقصة تاني. هنا اعتقد ان انا كان لازم اعلم على بعض الحاجات، مثلا كلين انرجي، انرجي ستورج زي الباتريز، تمام، فول سيل وهكذا، الاي بي سيز، مهتم بالاي بي سي، الانستولرز مهتم بيهم، وكونفيرم كونفيرميشن، تمام، و اشرف انفايت سام وان. لو انت عايز تعمل انفيتيشن لحد تاني، انا هعمل انفيتيشن من خلال وسائل التواصل، مثلا لينكد ان. اقول لهم ذا سولار شو مثلا، ذا سولار شو المفروض اكتب ان انا هحضر، يعني سولار شو كيس ايه، ممكن تعمل هاشتاج او اي شيء. تمام، نديله بوست. طبعا نقدر نشوف البوست في اللينكد ان اتعمل ازاي. وافكركم ده حسابي في اللينكد ان، اسمه دكتور اشرف رمضان. الحمد لله تقريبا عندي 44,000 فولورز، فيشرفني ان انتوا تتابعونا ان شاء الله في اللينكد ان. كده يبقى احنا النهارده سجلنا في المعرض الخاص بالسولار شو كيس اي، تمام، وشفنا التسجيل بيتم ازاي. شكرا، واشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.